موجود سبحانه، لكن ليس من أسمائه الموجود، لا يقال أن من أسماء الله الموجود، إنما هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار، نخبر عنه أنه موجود سبحانه. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالآجال، فقال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. الخلق ميتون بآجالهم، كل الخلق، كل الخلق سيموتون، الإنس والجن والملائكة والحيوانات والأشجار والطير كلهم سيموتون، لأنه قال: والخلق ميتون، كما قال الله عز وجل في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هنا يرد على من؟ يرد على المعتزلة. كيف يرد على المعتزلة؟ سيأتي أن المعتزلة لهم عقيدة باطلة أيضا في هذا، فيما يتعلق بالآجال، وهي أنهم يعتقدون، أي المعتزلة، أن العبد إذا قتل، يعني مات ميتة فيها قتل، قالوا: هذا العبد الذي قتل لم يكمل أجله، كان يريد أن يعيش أكثر فأكثر، لكن جاء هذا العبد وقطع عليه الأجل، كأن يكون مثلا قتل وعمره 40، فتقول المعتزلة: لو لم يقتله لعاش 70 أو 60 أو 50، فقطع عليه الأجل. إذن عند المعتزلة هذا العبد الذي قتل له أجلان، أجل طويل، وأجل الذي جاء هذا القاتل فقطع هذا الأجل وخلاه أقل. فهمتم؟ عند أهل السنة لا يوجد إلا إيش؟ أجل واحد. لماذا؟ بنص كتاب الله عز وجل. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعة، ساعة لا تستأخر ولا تستقدم. كتب الله هذه، كتب الله عز وجل هذه الآجال، فكل عبد سواء كان من الجن أو من الإنس له أجل معدود، إذا انتهى هذا الأجل مات، سواء مات مقتولا أو مات مريضا أو مات حريقا أو مات غرقا أو سقط من على الجبل أو إلى آخره، في أي طريقة كانت، فهو قد مات بكامل أجله الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. ماذا تقول المعتزلة؟ المعتزلة ما تقول بهذا، تقول: لو قتل هذا العبد هذا قطع أجله، كان سيعيش 10 سنوات زيادة أو 20، لكن هذا العبد الذي قتله قطع الأجل. فهمتم هذا؟ وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه يخالف كتاب الله. الله يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، قد قدر وأذن أن تموت هذه النفس، لكن المعتزلة يقول: لا، هذا كان سيعيش أكثر فقطع رزقه، قطع أجله. لماذا المعتزلة يقولون بهذا؟ هذه تتفرع عن عقيدة فاسدة، وهي أن أفعال العباد ليست مخلوقة. هم في القرآن يقولون مخلوق الذي هو كلام الله، وفي أفعال العباد وما يفعله العباد من المعاصي أو الذنوب أو كل الأفعال يقولون هذه ليست مخلوقة. كيف ليست مخلوقة؟ يقولون هي من فعل العبد، يعني جعلتم خالقين، الله خالق والعبد خالق. وإن كان هم يريدون أن ينزهوا الله، كيف ينزهون الله؟ يقولون: لو قلنا أنها مخلوقة، انظر هذا يزني وهذا يشرب الخمر وهذا يعصي، هل الله يخلق هذا؟ لا لا، هذه ليست مخلوقة، أرادوا أن ينزهوا الله. وهذا ما تكلمنا عنه في باب القدر فيما يتعلق والشر ليس إليه، ألم نتكلم عن هذا؟ قلنا كل شيء مخلوق، حتى المعاصي، حتى المعاصي وجهنم وإبليس كلها مخلوقة، خلافاً لما يقوله المعتزلة أن هذه الصفات، أن هذه الأفعال، أفعال العباد ليست مخلوقة، الله ما خلقها. من خلقها؟ الإنسان نفسه هو الذي خلق فعله. لهذا لما قتل ذاك الرجل الله ليس له علاقة، لأن الله ما خلق الفعل فقطع الأجل. كلام دقيق نوعاً ما، لكنه حتى تعرفوا من أين أتى لهم هذا القول. لكن نحن نريد ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ما قرره المؤلف أن الآجال كما قال يموتون الناس وتموت الخلق،
بآجالهم، وهذا الأجل غير ماذا؟ هذا الأجل مقدر معروف، الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، فلا تستأخر ساعة ولا تستقدم ساعة واحدة، كما قال الله عز وجل في القرآن، والآيات كثيرة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. في كتاب، ما يطول هذا عمره إلى 180 أو إلى 70 أو إلى كذا إلا وقد كتبه الله، وذاك لا ينقص عمره، قد يموت في 20 أو قد يموت في 10، كتب الله ذلك. فكل الآجال مقدرة. ولهذا في صحيح مسلم، أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان. هل تعرفون الاسم أم حبيبة إيش اسمها؟ ما تعرفون اسمها أم حبيبة؟ أبو هريرة ما شاء الله أجبتم، قلتم اسمه عبد الرحمن. وأم حبيبة أيوة نعم رملة، أحسنت، هذا يستحق كتاب. رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية، هذه دعت قالت: اللهم متعني بزوجي، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدعو هذا الدعاء. ما معنى متعني؟ يعني تريد أن يطول أعمارهم حتى تتمتع معهم وتعيش معهم. اللهم متعني بزوجي وبأبي وبأخي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لقد دعوت لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. يعني أنت تدعون أن الله يطيل العمر، دعوت في شيء قد حدد وبين، يعني صار محددا. لهذا قال: لأيام مضروبة وأرزاق مقسومة، الرزق مقسوم أيضا، وكذلك لآجال مضروبة ولأيام معدودة ولأرزاق مقسومة. ولو أنك الآن أرشدها إلى ما هو أفضل وأحسن، استعدت بالله من النار أو من عذاب بالقبر أو من عذاب في القبر لكان خيرا لك. إذن هنا الآن من هذا الحديث ماذا تفهم؟ أن الآجال ما هي؟ معلومة عند الله ومقيدة ومكتوبة. لهذا كأنه يقول: هذا الدعاء الذي دعوتيه يا أم حبيبة، كان لك أن تدعو بشيء أفضل منه وأحسن منه، أن تدعي أن الله عز وجل يعيدك من النار ويعيدك من القبر وعذاب القبر. والحديث في صحيح مسلم. طيب، إذا كانت الآجال كما ذكر المؤلف أن الناس والخلق يموتون بآجالهم، لا يتقدمون ولا يتأخرون، كما في الحديث لآجال مضروبة، ماذا ستقولون في الحديث المشهور: لا يرد الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء؟ حديث عند الترمذي وهو حديث حسن: لا يرد القدر إلا الدعاء. كيف يرد القدر؟ هل لو قلت يا رب أطل في عمري يطيل في عمره؟ وأنتم قلتم أنها خلاص الآجال معينة، ليست هناك زيادة ولا نقصان ولا تأخير ولا تقديم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يطيل في عمره وأن ينسى في أثره، نعم، من أحب أن يبسط في رزقه، من أحب أن يبسط في رزقه وأن ينسى في أجله فليصل رحمه. يعني صلة الأرحام سبب لزيادة الرزق، بسط في الرزق، وسبب أيضا أنك تطيل في العمر. ماذا نصنع بهذه الأحاديث؟ هل بينهم تعارض؟ قال العلماء: ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما كتب هذه المقادير قبل أن يخلق الناس وقبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الخلق، خلق القلم كما في صحيح مسلم. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فقال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم
في اللوح المحفوظ كل شيء، الآجال والأرزاق وما سيحصل في هذه الدنيا، وكما أشرت حتى هذا المجلس، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. لكن لما كتب القلم الله عز وجل قد علم. ماذا علم؟ علم أن فلانا سيدعو ويدعو ويدعو حتى يطيل الله في رزقه وفي أجله، فزاد الله في رزقه وأجله عند الكتابة الأولى. إذن الزيادة قد تمت أين؟ قبل، تمت قبل، فعلم الله قبل أن يخلقهم أن فلان سيدعو وأن فلان كذلك سيفعل ويصل رحمه، فزادهم قبل ذلك. لكن لو حصل شيء من أن القدر يرد، هذا يحصل في الصحف التي بيد الملائكة. الملائكة أليس معها صحف؟ هذا الله عز وجل يوحي إلى هذه الملائكة أن تزيد وتنقص وتنقص ما يتعلق بالأرزاق، ويتعلق كذلك بزيادة العمر. أما باللوح المحفوظ فلا يتغير، كل شيء قد كتب وقد سطر في الأجل قبل أن يخلق الله، قبل أن في الأزل قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. ولهذا قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هذا هو الأصل، اللوح المحفوظ عند الله وعنده. أما يمحو ويثبت يعني هناك محو يحصل أن يتغير، أين هذا التغير؟ في الصحف التي مع الملائكة، هم الذين يتعلقون بكتابة الأرزاق والآجال، هنا التغيير يحصل، ليس في اللوح المحفوظ لا يحصل هذا التغيير. إذن الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء حديث صحيح، الله علم قبل ذلك أن فلان سيدعو فزاده في أجله وزاده في عمره قبل أن يخلقه، وعرف أن فلانا أيضا سيصل رحمه فزاده في الرزق وزاده في العمر قبل ذلك، فكتب في اللوح المحفوظ شيئا ثابتا، هذا لا تعارض. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: قد دعوت الله لآجال مضروبة، ليس معنى ذلك أن الدعاء لا يرد القدر، بل يرد القدر، لأنه هو نفسه القائل عليه الصلاة والسلام: الدعاء يرد القدر. لكن أراد أن يعلم أم حبيبة الشيء الأفضل والأكمل لها، وهي أن تستعيد بالله من عذاب القبر، تستعيد بالله من عذاب النار، فنقلها من المفضول إلى ماذا؟ إلى الفاضل والأحسن والأكمل. أذن؟ إذن أذن. أذن. بالنسبة لحفظ المنظومة، استطعت أن تحفظ بعد الفجر 6 أبيات، بعد الظهر 6 أبيات،
بعد العصر 6 أبيات حتى تنتهي منها، هي 18 بيتا، فلا بأس إن شاء الله. بعضكم قد يصعب عليه أن يقرأها مرة واحدة.